شلونك؟ وش مدفي نفسك؟ تعال دير باك شاي تبدل. شو اسمك؟ مرتضى. تشتغل؟ اشتغل هنا ابيع مي. تبيع مي؟ ايه. هسه الجو بارد. الجو بارد هسه. يشترون منك مي؟ ايه يشترون. ليش ما تبيع شاي؟ ما انت بيا مدرسة؟ بيا صف؟ صف خامس. شلونك بالدراسة؟ زين. زين؟ بيا مدرسة؟ مدرسة مصعب بن عمير. وين صايرة؟ ايه بجسر الدياله. ها؟ جسر الدياله. جسر، انت هناك من جسر الدياله؟ ايه. تريقت؟ ايه تريقت. شربت شاي؟ ايه. عافية عافية. سبع، شلونك بالدراسة شاطر؟ زين. بطل. المدرسة شلون هياك يساعدونك لأن أنت جاي مثلا تشتغل وتدرس؟ مدرسين معلمين زينين وياك؟ قالوا وياك هنا بالسوق؟ لا أنا وحيدة أشتغل هنا. يعني تروح وحدك وتجي؟ إيه. إيش قد عمرك أنت؟ والله 12. مع السنة؟ 12 سنة يعني هيك تقدر لوحدك تروح تصعد الكيو تروح جسر الدياله؟ أهلك يطمئنون عليك من تروح؟ ما يخافون عليك؟ لا مو ما يخافون. ها؟ يعني انا ادل وهاي وافتهم. عزيز سبع سبع تدرس بالمدرسه واشتغل. وتشتغل ها وتروح لوحدك وتجي. والله عمتها معدل. شو اسمك قلت لي؟ منتظر. منتظر منتظر انت معدل حبيبي. انت الاكبر منك ما مسوى هاي الامور. الاكبر منك ما مسوى هاي الامور. باليوم ايش قد تحصل؟ طلع 10 15. حلمة تنطيني؟ طيب لمو. عزيز أم أبوك موجود؟ إيه موجود. شو يشتغل؟ يشتغل بالشرطة. ما شرطي؟ إيه بالكهرباء يشتغل. ما بالكهرباء. ومن وياك بعد من إخوانك يشتغل؟ إيه ما عاد أخوه صغير بالبيكا. إذا أخوك صغير يعني أو أنت الصغيرة يعني أنت معيش عالة باليوم 10,000 ومدرسة. والله أنت سبع. بس اليوم البحر مو دوام وما طلعت البحر يوم دوام. اليوم ما عندك دوام؟ اليوم ما عندي دوام طلعت. عارفين. شو تتمنى من تكبر؟ شو تصير؟ شنو امنيتك؟ شو تصير؟ اكو شيء براسك تحب تسويه من تكبر؟ مثلا تصير تاجر مال مي، عندك معامل مال مي. ما تكيفي شيء يعني؟ حبيبي منتظر بطل. مع السنه يروح جسر دياله ويجي الباب الشرطي. واكو تلقاه 30 سنه ساحه عدن ما يندلع.